محل محطوط على كريمة، كعبة محل والعود عن القيمة، وهموت عليك رب العالمين بيا. سيب شباكك مفتوح ليه؟ ليه تكفي ليه؟ انت قاعدة معايا عينيك ليا، نجرب ليك ليه؟ خليكي لو هتمشي انا ليكي. Como la clase de twerk. Dale, 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 dale. نعمل تحدي بيننا وزينب دلوقتي على 100 دولار. واحد اتنين تلاتة. واو. واحد اتنين تلاتة. كده استهبال، كده مش منظر مش شغال، حبة معايا وحبة عليا، يلا تعالوا تعالوا يا عيال. دلع دلع دلعني الفرحة دي بتولعني، دلع دلع دلعني الفرحة دي بتولع. طيب يا جماعة نعمل تحدي جديد بيني انا وزينب. جاهزة؟ جاهزة. يلا يلا. عايز تضحك عليا؟ تمام. يلا تاني. يلا يلا. ماشي يلا تاني. تاني تاني. يلا اسرع بقى. ها يلا اسرع 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 حاجه. كنت تكسر الكوبايه. يلا اخر مره اخر مره اخر مره. اسرع 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 اسرع. كسبت التحدي. انا معلم هنتقابل النهارده. الو الو، هو الفصل شحن؟ زينب معاك شحن؟ اه في الشنطه اللي هناك دي. ايه ده يا زينب، ده شنطتك مليانه حاجات كتيره قوي. استشوار بيعمل ايه في شنطتك؟ افرد شعري باظ في اي وقت اعمله بايه يعني؟ اسيبه بايظ؟ الميك اب ده كله بيعمل ايه في شنطتك؟ يعني افرد الميك اب بتاعي باظ، هصلح الميك اب بايه؟ بتسال اسئله غريبه. توفى في الشنطه بتعمل ايه يا زينب؟ اوف، ده انا نسيها من الاسبوع اللي فات في الشنطه. سوري يا حبيبي. بيعمل ايه في الشنطه ده؟ هو الجو مش ساقعه فطبيعي اني يبقى معايا جاكيت في الشنطه عشان لما ابرد البسه. ايه ده وايه ده وايه ده؟ دول بص السكيوت حياتي فما اقدرش استغنى عنهم، لازم يبقوا معايا في كل مكان. نسيت اوديها لامي. هقعد اصلحه. ما تسالش. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ لولي تعالي يا حبيبتي جميله. بنتي زينب. نعم. لو قدرت تشربي الكوبايه دي كلها على بق واحد هتكسبي 5000 جنيه. دي فيها ايه اصلا؟ مالكيش دعوه فيها ايه، اشربيهم ولو قدرت تشربي الكوبايه على بق واحد هتكسبي 5000 جنيه دول. تمام. طيب.